أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للأعمال الصالحة وأن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نتكلم حول ذكرى البيعة في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة بيعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حفظ الله الجميع بحفظه. فإننا نجدد لهم البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبارك لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده محمد بن سلمان وللأسرة الكريمة الأعمال المباركة في طاعة الله والسياسات الحكيمة التي قدموها ويقدمونها للشعب السعودي وللمسلمين في كل مكان، وخاصة العناية بالحرمين الشريفين وروادهما من حجاج ومعتمرين وطائفين. نسأل الله عز وجل أن يكلل الأعمال بالنجاح، وأن يبارك الجهود، ويطيل عمر خادم الحرمين الشريفين في طاعة الله عز وجل. ونسأله أن يكلل أموره كلها لصالح الإسلام والمسلمين بالتوفيق، وأن يعزه بالإسلام ويعز الإسلام به بعمر مديد في طاعة الله عز وجل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن البيعة إذا بايعه أهل الحل والعقد انعقدت على جميع المواطنين، والمقصود من البيعة أننا نبايع على السمع والطاعة، سمع الأقوال ننفذها، والطاعة في الأعمال نقوم بها. فلا بد من البيعة، لا بد من البيعة، لأن المجتمع لا بد له من إمام، والإمام لا بد له من بيعة، لأنه ورد في الحديث الصحيح: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمراد بالبيعة أيها الإخوة اعتقاد، عقيدة، إن أنه إمام، فمن تولى أمر المسلمين فهو إمام. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا إمامه وجب عليه السمع والطاعة في غير معصية الله. والسمع والطاعة لولي الأمر عبادة يؤجر عليها الإنسان، يؤجر عليها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذا السمع والطاعة لولي الأمر واجبة بالكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله جعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة، فيجب علينا امتثال ما أمرنا الله به وما نهانا عنه. ومما أمرنا الله به امتثال ما أمر به إمام المسلمين وما نهى عنه، إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولذا نقول امتثال طاعة ولي الأمر عبادة وليست مجرد سياسة، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ولا يشترط في طاعتهم يا إخواني، لا يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله في أنفسهم، فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعتقد إمامة ولي الأمر، فمن لم يعتقد أن ولي الأمر واليا عليه فإنه لم ينصح له، لأنه لم يعتقد أنه أميره، ولذا لم يمتثل أمره ولن ينتهي عما نهى عنه. ولذا هذا خطأ، لا بد أن نعتقد أن ولي الأمر إمام أو أنه أمير. ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلية، فينبغي لنا أن نعرف أن من تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام. من تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن ننصح لولاة الأمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، مثل قوله ما الدين إلا النصيحة. والدين تعرفون أنه دين العمل، الدين دين العمل، دين العمل. والنصيحة المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى الإخلاص، الإخلاص في الشيء، يعني أنك تخلص لولي الأمر في ذلك، وتكون ناصحا في اعتقادك وطاعتك له. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة اعتقاد إمامة ولي الأمر وطاعته في طاعة الله عز وجل، وأيضا من واجب ولاة أمورنا المسلمين أن ننشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهل الانقياد لأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الجهلة، حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. يعني مثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء، وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة حتى إذا كنا نحبهم ننفذ أوامرهم، ويجب علينا محبتهم وطاعتهم في طاعة الله عز وجل، وأيضا ستر معايبهم ما أمكن. يعني ليس من النصيحة أن تقوم بنشر المعايب لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد، ما الله به عليم. ولذا من واجب ولاة الأمر على رعيتهم عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولذا رب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص في منابذتهم إلا كما قال أن تروا، يعني رؤية عين أو رؤية علم متيقنة، كفرا بواحا أي واضحا بينا، عندكم من الله برهان يعني دليل قاطع. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط الصعبة، فهل يعني ذلك أنه يجب أن يخرج عليهم؟
لأن هناك فرق، انتبهوا يا طلاب العلم يا سامعين، هناك فرق بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج، يعني لا تخرج. هنا يقول لا نخرج حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، إلا حيث يكون الخروج مصلحة. وليس من المصلحة، ليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحظور الذي انتقدوا به الأمراء، كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولذا نقول ما ميزان الكفر الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام به؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفر، لكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا، يعني ما في احتمال، ليس في احتمال، كما لو رأيت هذا الوالي يسجد للصنم، أو سمعته يسب الله، أو سمعته يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون عقلاء، نقوم بواجب ولاة أمورنا بالسمع والطاعة. لا بد أن يكون هناك سمع وطاعة لولاة أمور المسلمين ما داموا يأمروننا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب أن ننصح لهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نهتم، انظر يا إخواني، انظروا إلى وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. الله أكبر، انظروا يا إخوان، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فانظروا يا إخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر، وتعلم فضله وأعماله الحسنة، وتبتعد عن الأعمال السيئة، ولا تذكر إلا المحاسن. ولك أن تنصح له في أي وقت كان. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نطيع الأمير ونطيع السلطان، وإن تأمر علينا، ولو أمر الولي الأمر لا بد أن ننفذ أمره إذا كان في طاعة الله عز وجل. ثم علينا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أننا في هذا البلد الأمين وفي هذه الدولة المباركة التي سياستها حكيمة وأعمالها خيرة. انظروا إلى خادم الحرمين الشريفين ماذا يقول في كلماته وخطاباته العامة.
دائما دائما يقول، وقبله وبعده ودائما يقول: ديننا دين الإسلام، ودستورنا القرآن والسنة، وعقيدتنا السلفية. هذه نعمة يا إخواني، نعمة علينا نحن المواطنين، أن الله عز وجل جعل ولاة أمورنا دائما يقولون هذا الكلام. ولذا أنا سمعت مرة في مقابلة مع الملك فهد رحمه الله في قصر الصفا، كان يقول: ما أعزنا الله إلا بالعقيدة السلفية، ما أعزنا الله إلا بالإسلام. وكان يوصينا بالتمسك بالعقيدة، فهذه نعمة، نعمة من الله عز وجل. نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وقد ورد: كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. فانظر، ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا بتقوى الله عز وجل، يوصينا بتقوى الله عز وجل. ونحن نعرف معنى التقوى: طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر. والسمع والطاعة أيضا من التقوى، لأنها من أوامر الله، لكن خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد على ولاة الأمر. فيجب علينا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأنه ولى علينا أناس يعبدون الله عز وجل ويطيعونه. انظروا يا إخوان، هل رأيتم أحدا من الولاة يرفع يديه ويقول: يا رب، يرفع يديه ويقول: يا رب، أنا رأيت ولاة أمورنا كلهم، كلهم، فيصل رحمه الله ومن بعده الذين عاصرتهم وسلمان، كلهم يرفعون أيديهم ويقولون: يا رب. فنحمد الله على هذه النعمة، ويجب علينا أن نحافظ على طاعتهم، ونعرف أن طاعة ولي الأمر في هذا الأمر واجب علينا. كل أوامره ما دام أنها لا تخالف الكتاب والسنة، وما دام أنها ليس فيها معاصي، يجب علينا أن ننفذها، وتعتبر هي عبادة، تعتبر عبادة ولو كانت صغيرة. حتى ربط الحزام، وحتى الوقوف عند الإشارة، وحتى تنظيم السرعة، إذا اعتقدت أن هذه من أوامر ولي الأمر وأنك تنفذ عبادة تؤجر عليها. وأذكر مرة كنت راكبا مع الشيخ محمد السبيّر رحمه الله، وخرجنا من قصر الصفا والمسافة قريبة جدا، فربط الحزام. وقلت له: يا شيخ، أنت في سيارة مريحة وليس هناك خطر والمكان قريب، لماذا تربط الحزام؟ فقال: أربطه طاعة لولي الأمر محتسبا للأجر. وهكذا ينبغي أن نكون يا إخوان، ينبغي أن نكون دائما نتذكر أوامر ولاة الأمر وننفذها. انظروا يا إخوان، انظروا، ينبغي للمسلم أن يتعاون مع ولاة أمره. ونحن في هذا البلد، وخاصة في حرم الله عز وجل، لا بد أن نتعاون مع ولاة أمورنا. ومن أهم أمور التعاون أن ندعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وأيضا نتعاون معهم في شيء مهم 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 جدا، وهو محاربة المعاصي، لأن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب الشقاء، المعاصي من أسباب الحروب،
المعاصي من أسباب الذنوب، المعاصي من أسباب الأمراض، المعاصي من أسباب كل المصائب. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نتعاون معهم، نتعاون مع ولاة الأمر في محاربة هذه المعاصي، ويكون ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد منا مطلوب منه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته، من استطاع بيده، من استطاع بلسانه، من استطاع بقلبه، ما دام أنه معروف. لكن إذا تغير هذا وصار إلى منكر لا تفعله. فينبغي لنا أن ندعو الناس للبعد عن المعاصي. انظر إلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بيش بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فإذا ظهر الفساد وظهرت الأمراض وظهرت المصائب فإن هذا بسبب ذنوبنا، يجب علينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نستغفره ونتوب إليه ونعمل صالحا ونبتعد عن هذه المعاصي. لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا إذا تمسكنا بطاعته أن يرزقنا رزقا حلالا وأن يديم علينا النعم. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون عبيدا صالحين في طاعة الله عز وجل، ثم في طاعة ولاة أمورنا بالسمع والطاعة في غير معصيته سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة إلى هذا العمل. ولاة أمورنا أعمالهم خيرة، ماذا يقدمون للإسلام والمسلمين في كل مكان، ماذا يقدمون للشعب السعودي من اهتمامات، ماذا يحكمون شرع الله، يحكمون شرع الله، كونوا رئاسة كاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا عملوا في الحرم المكي من التوسعة والتسهيلات للمعتمرين، ماذا عملوا في المسجد النبوي من التوسعة والتسهيلات، ماذا عملوا وما هي الميزانية التي يقدمونها للحرمين، وماذا عملوا أيضا في مدارسنا، تعليم القرآن، تعليم السنة، تعليم الدين. أعمالهم خيرة ولله الحمد، وهم يأمروننا دائما بكل خير وينهونا عن كل شر. ولعلكم سمعتم قبل أيام كلمة الملك سلمان حفظه الله في مجلس الشورى كيف يتكلم عن الإسلام وعن العقيدة، فنحن نفخر بهذا ونعتز به ونكثر من الدعاء لولاة أمور المسلمين وخاصة ولاة أمورنا. ونحن أيها الإخوة في هذا البلد المبارك، نحن وأئمتنا وعلماؤنا وولاة أمورنا كلنا حزب واحد، ليس هناك أحزاب في هذا البلد، وإنما هو حزب واحد وعقيدة سلفية. كلنا نؤمن بالله عز وجل ونتمسك بعقيدة السلف الصالح التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ثم علينا أيها الإخوة المحبة، بعضنا يحب بعض، وبعضنا يكرم بعض، وبعضنا يهتم ببعض، ونكثر من الدعاء لولاة أمورنا، ونكثر من الدعاء لجيوشنا التي تحيط بنا وتحرسنا بإذن الله عز وجل في الحدود الجنوبية وفي غيرها. ندعو لهم لأنهم يسهرون ونحن نياب،
فينبغي لنا أن ندعو لهم. وأهم شيء أيها الإخوة كثرة الدعاء لولاة أمورنا، وأن الله يرزقهم البطانة الصالحة، وأن نكون عبيدا صالحين، عبيدا لله عز وجل صالحين، لا نضر أحدا وإنما ننفع ولا نضر. ولذا ينبغي لنا أن نتعاون أيها الإخوة في منع الفساد بكل وسيلة كانت. ومن أهم الفساد كثرة المعاصي، لا بد أن نحارب هذه المعاصي بما نستطيع وبالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة. ثم أيضا أيها الإخوة، نحن في هذا الحرم وفي هذا البلد الذي يأتيه الناس في كل من كل مكان يطلبون رضا الله عز وجل، وأيضا هم يتوجهون لهذا المكان في صلواتهم في كل مكان، يجب علينا أن نكون قدوة في الأخلاق والمعاملة ومحبة إخواننا المسلمين في كل مكان، ونعلم علم اليقين في كل مكان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنت احرص أخي المسلم أن المسلمين كلهم يسلمون من لسانك، لا تؤذيهم باللسان، لا غيبة ولا نميمة ولا شتم وما إلى ذلك. وأيضا احرص على أنك لا تؤذيهم بلسانك، وأيضا لا تؤذيهم بأفعالك. من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم. لا تظلم أحدا، أبعد عن الظلم مهما كانت الأحوال، لأن الظلم أيها الإخوة هو خراب البيوت وبعده الهلاك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في قوله تعالى بما ظلمت تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بسبب ظلمهم، بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم. وبعد خراب البيوت، وبعد خراب البيوت بسبب الظلم يكون هلاكهم. ولذا يروى في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى قال كما رووا والله أعلم: لا تظلم يخرب بيتك. ولذا نرى بعض إخواننا دعوتهم إذا دعا على أحد قال يخرب بيتك. ولذا ينبغي أن نحرص على سلامة بيوتنا ونبتعد عن الظلم، لأن الظلم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات. لا نعتدي على أحد بقول ولا بفعل، فنكون صالحين، نتعاون مع دولتنا في محاربة المعاصي. عندنا ولله الحمد الجهات مستعدة وتتقبل الأخبار، فنحن إذا رأينا شيئا منافيا للتعليمات نخبر المسؤولين. إذا رأيت الذين يستعملون المخدرات ليس عليك إلا أن ترفع التلفون مكافحة المخدرات وتخبرهم أن هناك كذا وكذا. إذا رأيت خلية يريدون أن يعملوا شيئا من الخراب في الدولة أو في غيرها ليس عليك إلا أنك ترفع التلفون وتقول يا جماعة في كذا وكذا. هم يتحققون ويتابعون ويعملون. فمكافحة المخدرات ينتظرون مساعدتك. الأمر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يريدون. فأنت ما عليك إلا إذا رأيت شيئا تخبر هؤلاء المسؤولين، هم يتحققون ويتابعون ويزيلون هذا الخطر عليك وعلى المسلمين، سواء كان مخدرات أو سواء كان من عمل الإرهابيين أو كان عمل أي عمل آخر.
فكل الإدارات الحكومية بحاجة إلى أننا نساعدهم ونسهر معهم، نكون مواطنين صالحين. أنا رأيت في بريطانيا صاحب تاكس رأى رجلا قطع الإشارة فسجل رقم السيارة، وسألناه لماذا تسجله؟ قال أقدمه للمحكمة. فيه عساكر، فيه جنود، ما هو دخلك أنت؟ قال لا، أنا مسؤول. فكيف بنا نحن؟ نرى الذين يقطعون الإشارات ويتجاوزون الحدود ولا نقول لهم شيئا. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون متعاونين دائما على الخير، متناهين عن الشر، ودائما من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ندعو لولاة أمورنا بالنصر والعز والتمسك بالإسلام والمسلمين، لنصر الإسلام والمسلمين، ندعو لهم دائما بالتوفيق والسداد. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم دائما يدعون لولاة أمورهم. ولذا ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان يعذب في عهد المأمون، كان يعذب تعذيبا شديدا، يجلد ويضرب ويسحب على الأرض، ويقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. لأن الدعوة إذا كانت لولي الأمر واستجاب الله لها فإنه به يصلح الناس. فئتان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، العلماء والأمراء. ولذا ينبغي أن ندعو كثيرا لولاة أمورنا، وندعو كثيرا لعلمائنا، وندعو كثيرا لإخواننا المسلمين. انظروا يا إخوان، مرة كنت في أمريكا في واشنطن، فرأينا امرأة واقفة عند سجارة مرمية في الطريق وتقول: من رمى هذه السجارة؟ هذا رجل سوء أو امرأة سوء يرميها في الطريق. سبحان الله، أنكروا رميها ولم ينكروا شربها، لكنهم كانوا تعودوا على النظافة. فيا ليتنا أيها الإخوة، نحن أولى بنظافة شوارعنا، وأولى بنظافة قلوبنا، وأولى بنظافة أعمالنا. ولذا نقول دائما وأبدا ما دمنا أحياء نعتقد إمامة ولي الأمر، ونسمع له ونطيع في غير معصية الله عز وجل، وأن نكون مواطنين صالحين ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ونعلم أن أوامر ولاة أمورنا واجبة، وهي عبادة يثيبنا الله سبحانه وتعالى عليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح والنجاح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.